السلام عليكم ومرحبا بكم جميع مع اقتراح اليوم على قناتكم وصفة بسيطة وسهلة. اليوم غادي نحضروا كريب بالكاكاو المر بواحد الطريقة اللي سهلة ونتيجتها إن شاء الله مضمونة 100%. ندوزوا على بركة الله المكونات وطريقة التحضير. غادي نحتاجوا الكاس ديال العنبة، دقيق ديال الحلوى اللي سبق وغربلناه، 3 المعالق كبار ديال الكاكاو المر اللي حتى هو خصنا نغربلوه، نضيفوا عليهم 3 المعالق كبار ديال السكر سنيدة، ساشي واحد ديال السكر فاني. قبيصة ديال الملحة. ودابا نضيفو 3 ديال البيضات. نضيفو عليهم 2 كيسان ديال العنبة الحليب. بالنسبة للحليب غادي نضيفوه غير بشوية بشوية. نزيدو دابا 3 المعالق كبار ديال الزبدة مدوبة. إلا كان عندكم الوقت خليو الخليط يرتاح مدة نصف ساعة تقريبا. مباشرة قبل ما نطيبو الكريب نزيدو 3 المعالق كبار ديال الماء، وهذه حيلة اللي كتخلي الكريب يجي هشيش. نسخنوا المقلة اللي خاصة بالكريب وندهنوها بشوية ديال الزبدة قبل ما نبدأ نطيبوه. بالنسبة للنار اللي غادي نطيبو عليها الكريب خاصها تكون مهيلة. وهذه كتكون نتيجة وصفتنا لليوم. بهذا القدر ديال المكونات كنصيبوا 10 ديال الكريب اللي كيكونوا خفاف ورطبين. ممكن انكم تقدموهم مع طريفات ديال البنان وشويه ديال الشكلاط مدوب. وصفه اللي سهله بزاف التحضير وكتستحق انكم تجربوها. وبالصحه والراحه.